مفيش اجدع من المسلسلات المصري. اشحن اجدع كارت من وي واتفرج براحتك. انا بجد مش فاهم، ابويا شكله اتجنن كده وهيضيع الشركه، ومعرفش بقى مين بقى اللي اسمه هاني ده اللي هو جايبه محسسني ان هو مدير الشركه وابويا مجرد موظف عنده. طارق انا ما بقتش قادره استحمل، انا حاسه ان عبد الرحمن اخويا بيراقبني، بمشي في الشارع وانا خايفه، حاسه انه ماشي ورايا، حتى وفاء صاحبتي دي ما بقتش عايزه تشوفني. انا في ايه ولا في ايه؟ هو انا ناقصك؟ وبعدين احنا مش اتفقنا لما رؤوف يطلع من السجن هنتجوز؟ عايزه ايه؟ حرام عليك. حرام عليك انت، انا ما بقتش عارفه نفسي، انا ما بقتش احترمني، ما بقتش احبني، كل ده ليه؟ عشان ارضيك؟ عشان تحبني؟ طب ما انا بحبك يا نادي. هو الحب عندك ايه يا اخي؟ ما تفهمني. فاهمين انت الحب عندك ايه؟ وبعدين ما انا اتغيرت عشانك، ولا بسهر ولا بشرب ولا بخرج ولا بعرف بنات، عايزه ايه تاني؟ عايزه ايه؟ مش عايزه اي حاجه خالص خالص.